بكم جميعا. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا ضيفنا، اهلا اضأتم حفلنا. كنا نردد يا ترى انصعد بمرآكم هنا، حلم تراءى حقيقة للضيفنا الغالي لنا. نحن اليوم بصدد مجموعة من الأنشطة الصحية والبيئية بمشاركة مركز التطوير المائي والبيئي الذي يعمل في مدرسة ذكور ارتاح الثانوية منذ 3 سنوات، واليوم لدينا مجموعة من الأنشطة الصحية والبيئية التي تستهدف طلبة اللجنة الصحية وطلاب اللجان الأندية البيئية. شاركت مجموعة من المدرسة وهي كفر زبادي الثانوية المختلطة وحلم حنون الأساسية العليا وكفين الثانوية والحمد الله، وطبعا باستضافة كاملة من مدرسة ذكور ارتاح الثانوية. تهدف هذه الفعاليات إلى نشر الوعي الصحي والبيئي في ظل التغيرات المناخية التي تحدث في الوطن العربي والكرة الأرضية بشكل عام. وهذه الأنشطة تأتي ضمن 7 نيسان الذي يصادف يوم الصحة العالمي، واليوم أيضا يوم الأرض العالمي، ونحن نحاول قدر الإمكان أن ننشر هذا الوعي الصحي والبيئي بطرق لا منهجية. وأود أن أشكر مدير مدرسة ذكور ارتاح الثانوي الأستاذ راسم الذي يهتم بشكل كبير في جميع الجوانب الصحية والبيئية. ارتاح الثانوي ممثلة بأسرتها المكتملة في هذا اليوم تستضيف مجموعة من المدارس تحت عنوان تبادل الخبرات والزيارات بين المدارس ممثلة بالطلاب في الجانب الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومركز التطوير الإنمائي والبيئي بيت لحم. هذا الفعالية لهذا اليوم الهدف منها إخراج المفهوم والمهارة إلى التطبيق العملي من خلال الطلاب والمجتمع المحلي. في هذه المسابقة وفي هذا اليوم اللقاء سيكون هناك مشاركة فاعلة. المدرسة ارتاح الثانوية تنتقل من مرحلة المدرسة الفاعلة إلى المدرسة الفعالة ألا وهي المدرسة المؤثرة في الغير. أتمنى أن يكون هذا اللقاء فعلا نخرج بتوصيات تتعلق بالجانب الصحي والبيئي تمارس من خلال حياتنا العملية كمواطنين فلسطينيين. احنا اليوم بصدد تنفيذ مسابقة ثقافية على مستوى 5 مدارس، الهدف منها طبعا هي بمناسبة يوم الصحة العالمي ويوم الأرض العالمي، الهدف منها اللي هي نشر الوعي البيئي والثقافي بين المدارس وبين طلاب المدارس. طبعا شكرا لمديرية التربية والتعليم، وشكرا للأستاذ راسم السعيد مدرسة ذكور ارتاح الثانوية، وشكرا لكم. جينا أعضاء من النادي البيئي عندنا في المدرسة إلى مدرسة ذكور ارتاح الثانوية حتى نشارك بفعالية بمناسبة اليوم الأرض العالمي واليوم الصحة العالمي. فعالية هي عبارة عن مسابقة ثقافية بين المدارس اللي حضرت اللي هي كفين وارتاح واحنا كفر زباد وحلمي حنون والحمد الله، مدرسة الحمد الله، بدها تتم مسابقة من اجل انه من اجل عشان تعمل انه تفعيل هاي اليوم.